احنا دائما بنركز على كيف ممكن نورجي تاثير التكنولوجيا المتطوره في مجال الخدمات الانسانيه، وبنحاول نورجي امثله عن طريق تطبيقها على ارض الواقع. من الامثله اللي بلشناها بالفتره، رحنا على مركز البدر للمشاريع العلاجيه، وكان في عنا فريق تدريب تبع طباعة ثلاثية الأبعاد. الفريق أعطى زي نبذة عن 3D Printing، شو أنواع الطابعات الموجودة بالعالم، شو هي تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، إيش ممكن يسووا فيها، إيش في هلأ تطبيقات عالمية عليها. بعدين سألوا سؤال بسيط جدا، كان إنه بعد ما عرفتوا عن التكنولوجيا هاي، أنتوا كيف حابين تستخدموها، شو بدك تصنع، شو بدك تحل؟ يعني على إيد النظارة كانت مكسورة، يعني صممتها وطبعتها. تعلمنا منها واستفدنا وتعرفنا كيف نعمل أشياء ما كنا نعرفها. تعلمت كيف أعمل تبعات الوكر الجلد من تحت، وتعلمت نعمل كيف صندوق ونعمل أشياء كثيرة تفيدنا. وهاي هي الاستثمارات أو الانفستمنتس اللي إحنا دائما نفتش عليها، يعني مش إنه بس عم تعطي دعم مادي، لا برضو عم بتساعد أنت بإنشاء جيل مبتكر في التكنولوجيا العالمية، وبرضو بنفس الوقت جيل منتج. وهاي هي كانت الفكرة تبعتنا. فالخطوات القادمة لبعد هذا المشروع الصغير اللي سويناه، إنه كيف ممكن نسوي مختبر صناعي نقدر نساعدهم داخل المركز اللي هم فيه، نقدر تكسبوزهم لأكثر من تكنولوجيا 3D Printing. لأنه الهدف بالمختبرات الصناعية أنه أنت في عندك عدد من الورش، ممكن نحط ورش طباعة ثلاثية أبعاد، ورش تصميم، ورش تدريب، كل السايكل أو حتى فكرة الفابريكيشن، ديجيتال فابريكيشن، أنها تكون على سكيل لإلهم to match their needs، وبنفس الوقت أنه to invest أكثر بمستقبلهم ومستقبل المنطقة اللي هم فيها. كان حلمي أني أصمم قلعة بداي وصممتها، وكمان بقدر بالمستقبل أني أصير دكتور أطراف، وبقدر أساعد الناس بآلة ثلاثي الأبعاد.